بسم الله، نعتبر ABC مثلثا من المستوى، ولننشئ النقطة M بحيث المتجهة AM تساوي المتجهة BC، ثم ننشئ النقطة N بحيث المتجهة NA تساوي المتجهة BC، وأخيرا بين أن A منتصف القطعة MN. إذن أعيد، عندنا ABC مثلث، إذن المطلوب هو إنشاء نقطة M بحيث المتجهة AM تساوي المتجهة BC، ثم إنشاء النقطة N بحيث المتجهة NA تساوي المتجهة BC، وأخيرا بين أن A منتصف القطعة MN. يلا ولدي، خذ دفتر البحث أو خذي دفتر البحث وبعد ذلك سوف نرى الحل معا. يلا دروكا، بعد ما قمتي بعملية البحث وحاولتي تمثل كل من النقطتين M و N وتبحث بالبرهان بأن A منتصف القطعة MN، سواء نجزتي العمل ديالك بشكل سليم أم لا، يلا ولدي أو بنتي تبعوا معي العمل وسوف نرى الطريقة الصائبة لإنجاز هذا التمرين. إذن نبدأ. كما ترى هنا مثلت المتجه BC، المتجه BC نعم، ما هو أصلها؟ إيه، أصلها النقطة B، وما هو طرفها؟ طرفها بالفعل هو النقطة C. زين، ما هو منظمها؟ صحيح، منظم المتجه BC هو المسافة BC. نتابع، ما هو منحى المتجه BC؟ منحى المتجه BC صحيح هو من B نحو C. لاحظ السهم جيدا هنا، من B نحو C. مزيان، الآن ما هو اتجاهها؟ بالفعل اتجاه المتجه BC هو اتجاه المستقيم BC، وما نقصد باتجاه المستقيم BC هو جميع المستقيمات التي توازيه. باختصار الاتجاه يعني التوازي. مزيان، الآن إذا بغينا ننشئ نقطة M بحيث المتجهة AM تساوي المتجهة BC، تخصنا نعرفوا بعدا ماذا تعني المتجهة AM تساوي المتجهة BC. مزيان، يلا نتذكروا الدرس هنا. المتجهة AM تساوي المتجهة BC يعني المتجهتان لهما ماذا؟ مزيان، لهما نفس الاتجاه. بمعنى ماذا؟ بمعنى المستقيم AM يوازي المستقيم BC، المستقيم AM يوازي المستقيم BC. إذن كما ترى هذا هو المستقيم BC. إذن المستقيم AM غادي يمر من A وخصو يكون توازي BC. إذن النقطة M توجد في مكان ما على المستقيم المار من A والموازي BC. هذا اللي تشوف تندير العلامة ديالو أو الأطرس ديالو، الأطار ديالو، هاو مستقيم يمر من A ويوازي BC. جيد، هاد المعلومة عطتها لنا هاد الفكرة ديال المتجهتين متساويتين، إذن لهما نفس الاتجاه ولهما نفس المنظم. ماذا نقصد بذلك؟ مزيان، بالفعل يعني المسافة AM تساوي المسافة BC، المسافة AM تتساوي المسافة BC. يعني ديك M اللي غادي نرسمو خصها تكون على مستقيم يمر من A ويوازي BC، وشيء آخر خص كل مسافة AM تساوي المسافة BC. إذن المسافة AM تساوي BC، يمكن تكون M هنا باش تحققنا هذا الشرط، كل مسافة AM تساوي المسافة BC، أو M تكون في هذه الجهة بحيث المسافة AM تساوي المسافة BC. إذن كاين جوج ديال أماكن ديال النقطة M اللي تتحقق هذا الشرط، بحيث المستقيم AM يوازي BC والمسافة AM تساوي المسافة BC. مزيان، ماذا عن منحيين المتجهتين؟ صحيح، المتجهتان لهما نفس المنحى، بمعنى أن المنحى من A نحو M هو نفس المنحى من B نحو C. إذن المنحى من B نحو C هو موجود عندنا هنا، إذن M
ستكون في أي جهة؟ هل في هذه الجهة أم في هذه الجهة الأخرى؟ باش نحدد الأمور أكثر، هل توجد في الجهة التي تقطع المستوى إلى جزئين أو تحدد على المستوى جزئين، الجزء يحتوي على النقطة C والجزء الآخر لا يحتوي على النقطة C، إن أين ستكون النقطة M؟ مزيان، يمكن لك تشير لها بالأسبوع ديالك، مسألة عادية. بالفعل مكانها هو هنا هذه الجهة، إذن المنحة A نحو M هو نفس المنحة B نحو C. أما لو ضعت M هنا غادي يكون المنحيان متعاكسان، وهذا الشيء راه شفتوه في الدرس مع الأستاذ ديالكم. مزيان، إذن النقطة M توجد في مكان ما هنا، إذن سنستعمل البركار للقيام بهذه العملية، كأننا نريد أن ننشئ متوازي الأضلاع هكذا. تابعتي معايا؟ شتي متوازي الأضلاع؟ مزيان. إذا الآن احنا غادي نتكلفوا بهذه العملية، ها هي. إذا غادي نوضعوا المتجه AM، لاحظ جيدا المتجه AM تساوي المتجه BC، لهما نفس الاتجاه، لاحظ التوازي بين المستقيمين AM و BC، لهما نفس المنظم، لاحظ جيدا المسافة AM تساوي المسافة BC، ولهما نفس المنحة، المنحة A نحو M هو نفس المنحة B نحو C. مزيان، نمر الآن إلى النقطة الأخرى N. إذا نريد إنشاء النقطة N بحيث المتجه NA تساوي المتجه BC. المتجه NA تساوي المتجه BC. المتجه BC هي هذه ديما اللي كاينة هنا نيت. المتجه NA تساوي المتجه BC، يعني المتجهتان لهما نفس الاتجاه، بمعنى أن المستقيم AN يوازي BC، إذن النقطة N توجد على مستقيمين يوازي BC ويمر من A. جيد، والمنظم المتجه NA هو نفس منظم المتجه BC، بمعنى أن المسافة NA تساوي المسافة BC. جيد، شيء آخر، المنحة N نحو A هو نفس المنحة B نحو C. أظن الآن عرفتي المكان ديال النقطة N. مزيان، يلا أين توجد النقطة N؟ واش كاين هنا ولا في جهة أخرى؟ مزيان، توجد في هذه الناحية. جيد، لاحظ متوازي الأضلاع اللي غادي نعتمدوا عليه باستعمال البركار هو هذا. نعود نبين الأثر ديالو، هذا هذا الضلع الأول، هذا الضلع الثاني، هذا الضلع الوهمي الثالث، ثم الضلع الرابع. شفتوا؟ هو هذا متوازي الأضلاع. هاو نعاود، دائما متوازي الأضلاع يكون مرسوم عندك في دماغك، عرفت اش بغيتي دير. مزيان، اذا دروك نمثلو المتجهه ان ا، ها هي المتجهه ان ا. اذا المتجهه ان ا تساوي المتجهه بي سي، متفقين؟ مزيان، واخا. اذا غادي نمثل على هذه، على المتجهه ام الرمز ديالها، وهذه نوضعوا حتى هي لها الرمز ديالها. اذا كما ترى وضعت هنا اسم المتجهه ام وهنا اسم المتجهه ان ا. إذن ماذا تلاحظ عن النقطة A بالنسبة للقطعة MN؟ فعلا A منتصف القطعة MN كما طلب منا في التمرين. إذن الآن تبقى نبرهن على ذلك، كيف سنثبت بالبرهان بأن النقطة A هي منتصف القطعة MN؟ مزيان، كاين جوج حوايج اللي مهمين باش نثبتوا بأن A منتصف قطعة. الأمر الأول هو المسافة، خصنا نثبتوا بأن المسافة AM تساوي المسافة AN أو المسافة NA بحال بحال. إذا أعيد، خصنا نثبتوا بأن المسافة AM تساوي المسافة AN، هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني، خصنا نثبتوا بأن النقاط M و A و N مستقيمية، ضروري تكون النقاط مستقيمية والمسافة AM تساوي المسافة NA باش نقولوا بأن A منتصف قطعة MN، متفقين؟
مزيان. إذن الآن سوف نثبت هذا الأمر بالبرهان. يلا نبدأ أولا باستقامية النقاط عن تبع المسافة. عندنا المتجه AM تساوي المتجه BC كما ترى هنا، ونفس والمتجه NA تساوي نفس المتجه BC. إذن ماذا يمكن نقول عن المتجهتين AM و NA؟ مزيان، بالفعل أن المتجه AM تساوي المتجه NA. أعيد، المتجه AM تساوي المتجه NA. نكتب ذلك. إذن قلنا المتجه AM تساوي المتجه NA. علاش؟ لأن المتجه AM تتساوي المتجه BC، والمتجه NA تتساوي تاني المتجه BC. إذن المتجه AM تساوي المتجه NA. إحنا كتبناها الآن، المتجهتان AM و NA متساويتان، إذن لهما نفس الاتجاه. لهما نفس الاتجاه، بمعنى أن المستقيم AM يوازي المستقيم NA. لاحظ جيدا الحركة ديالي، هذا هو المستقيم AM، وهذا نيت هو المستقيم NA. إذن ماذا يمكن نقول عن المستقيمين AM و NA؟ بالفعل هما مستقيمان متوازيان ويمران من نفس النقطة A. ما دام المستقيمان MA و NA متوازيان ويمران من نفس النقطة A، فهما مستقيمان متطابقان. فهما مستقيمان متطابقان. يمكن لك تكتب هذه المعلومة. اش قلنا؟ نعاود، قلنا المتجه AM تساوي المتجه NA. إيه، إذن المتجهتان لهما نفس الاتجاه. مزيان، وهذا يعني أن المستقيم AM يوازي المستقيم NA. لاحظ معي، المستقيم AM يوازي المستقيم NA. إذن وما دامت A نقطة تنتمي إلى كل منهما، مستقيمان متوازيان وتمر من نفس النقطة A، فهذا يعني أنهما متطابقان، بمعنى أن النقاط M و A و N مستقيمية. احنا غادي نكتبها، يعني M و A و N نقط مستقيمية، هكذا. إذن نقسم هذا الواو اللي زدناه هنا، M و A و N نقط مستقيمية. متفقين؟ إذن دروكا نمروا للمرحلة الموالية، نعاودوا نحيدوا هذه، نخليو نتي يعني غادي نفعلها نتي في هذيك المرحلة الموالية. نتابع. إذا الآن عرفنا أن النقاط مستقيمية، نمشيو دروكا للمسألة أخرى اللي مهمة جدا باش نوصلوا للمنتصف. عندنا المتجه AM تساوي المتجه NA، إذا المتجهتان لهما نفس المنظم. تقدر تاخذ ستيلو ورقة وتسجل هذه المعلومة، المتجهتان AM و NA متساويتان، إذا لهما نفس المنظم. ماذا نقصد بالمنظم؟ صحيح، المنظم نقصد به المسافة بين A و M، هي هذه، أي المسافة AM تساوي المسافة NA. أعيد، المسافة AM تساوي المسافة NA. وما دامت نقاط M و A و N مستقيمية، فإن A منتصف القطعة MN. إذا نسجلوا هذا الأمر. نحن جمعنا الآن الشرطين معا، المسافة AM تساوي المسافة NA، والنقط A و M و N مستقيمية، وهذا يعني أن A منتصف القطعة MN. ونقدروا نأخذ هذه النتيجة كخاصية، يمكننا نأخذها كخاصية، يعني لا صدفنا شي تمرين آخر من بعد يمكننا نستعمل هذه النتيجة مباشرة. فنقول المتجه AM تساوي المتجه NA، يعني A منتصف قطعة MN. دابا نسجلوا هذه كخاصية وممكن الاستفادة منها في تمارين ستأتي فيما بعد. إذن الآن استنتجنا ما نريد، وغادي نديروا ديك الصياغة ديال هذيك الخاصية اللي غتساعدنا بزاف واحد العدد من
من التمارين. هذه المسألة ديال المنتصف ديال قطعة وعلاقتها بالمتجهات. مزيان. إذن دروكا انتهى هذا التمرين، وغادي نشوفوا بعد قليل هذه الخاصية. إذن كما ترى هنا أنشأت متجهتين متساويتين، متجه AM تساوي متجه NA. إذن إذا كانت المتجه AM تساوي متجه NA، فهذا يعني أن A منتصف القطعة MN. هذه الخاصية. إذن إذا كانت المتجه AM تساوي المتجه NA، فهذا يعني أن A منتصف القطعة MN. وكما ترى وضعت هنا رمز التقيس لإيضاح ذلك. إذا المتجه AM تساوي المتجه NA، يعني A منتصف قطعة MN. والعكس صحيح، إذا كانت A منتصف القطعة MN فهذا يعني أن المتجه AM تساوي المتجه NA. إذا يمكن لك تمر من المنتصف ديال القطعة إلى إعطاء متجهتين متساويتين، ونقدر نمر لمتجهات أخرى. كان أقول عوض أن أقول متجه AM أقول المتجه MA تساوي المتجه AN. أعيد، المتجه MA تساوي المتجه AN. إذن هذه خاصية أعقل عليها أو عقل عليها بنتي، لأنه غادي تكون كثيرة الاستعمال في هذا الدرس. مزيان، انتهى هذا العمل من إعداد الأستاذ عبدو من إعدادية صفاء مراكش.